السلام عليكم. برضو اليوم شفنا قصة جديدة، وهاي القصة حصلت في المغرب العربي. تحياتنا لأهلنا في المغرب العربي والمشرق العربي. القصة في مدينة سطاس في المغرب. في إحدى القرى حوالي مدينة سطاس يعيش فيها الشاب عبد الله. عبد الله شاب من شباب قرية قضاء سطاس. عبد الله بيشتغل مع أبوه في المزرعة، مع الحاج أحمد أبوه، وحياته ماشية كويسة وتمام التمام، وبزرعوا وبفلحوا وربنا ميسر أمورهم والحمد لله رب العالمين، لحين ما أجا عبد الله يريد يتزوج. قال لأمه أنا بدي أتزوج، ولأبوه قال خير وبركة، هذا اليوم السعيد عندنا يا ولدنا يا عبد الله. كان عبد الله عمره تقريبا 22 سنة. قالوا له ومين هي سعيدة الحظ؟ سعيدة الحظ اللي بدك تاخذها يا ولدنا؟ المهم عبد الله قال لهم هاي البنت موجودة عندنا في القرية، يعني وفعلا ودى أمه على بيتهم، على بيت البنت، وتحسست الأخبار عن البنت إنها بدهم يجوزوها ولا لا. كانوا طبعا منجوزها، وهاي البنت بتوافق على عبد الله ولا لا؟ قالوا لها والله احنا البنت بناخذ شورها ومنستشيرها قبل ما نزوجها، وهاي بنتنا. اجوها ناس وما وافقت، لكن نطرح عليها الموضوع إن شاء الله ونشوفها ونشوف ردها كيف. قالت لهم إن شاء الله بعد 2 3 أيام بنرد لكم الخبر. فعلا أهل البنت حكوا للبنت وقالوا لها إنه فلان عبد الله ابن الحاج أحمد من كرجتنا يريد يتزوج، وأجت أمه سألت عنك إذا كان أنت موافقة ولا لا. البنت قالت لهم موافقة، يعني هذا الشاب كويس، هي بتعرفه وهو بيعرفها، هو بيعرفها وهي بتعرفه، ولكن لازم يأخذوا بالرأي. فكانوا على خيرة الله، فاتصلوا في أمه لعبد الله وقالوا لها على خيرة الله بتقدروا تجونا في أي وقت وتطلبوا إيد البنت، والبنت موافقة. وفعلا راحوا طلبوا إيد البنت ووافقت، وسكن عبد الله في بيت بجنب أهله، بقى عندهم يعني بيت كبير، قسموا له تقريبا نص البيت وسكن هو وزوجته فيها في هالبيت. طبعا الآن تزوجوا سعيدين بحياتهم، هي بتعرفه من أول وهو بيعرفها، ورايدين بعض، كانوا من قبل يعني رايدين بعض.
طبعا مشت حياتهم كويسة وتمام، وفيش اشي عندهم الحمد لله، ولا مشاكل ولا حاجة، الا اللهم الناس بضلهم يعني اللي هم ابو امه لعبد الله. يما وانت بدك تجيب لنا ولي العهد يعني الابن، وامها للبنت نفس الاشي، يقولون لبنتهم امتى ان شاء الله بدك تحملي وتجيبي لنا ولد. على هالحال مشت أول سنة ما حملتش مرت عبد الله، وثاني سنة ما حملت، ويروحون يجون على الدكاترة وعلى الأطباء وعلى شيوخ العلاج وعلى العلاج العربي والعلاج الفرنجي، ما خلوش أي إشي إلا مشوا فيه. لكن البنت خايفة إنه عبد الله في يوم من الأيام يتجوز عليها من شان الأولاد، فبتضل تلح عليه. المهم في هذاك اليوم صار لهم 4 سنين متزوجين، ويجيهم خبر انه في دكتور في مدينة سطات المغربية، هذا الدكتور بيعالج النساء والرجال للخلف وللحبل وللميلاد، وشاطر وذكي، والكل يعني بشكر في هالدكتور. قامت مرت عبد الله حكت لي: عبد الله هاي بيحكوا عنه هالدكتور كويس، وكل قريتنا بتجيب سيرته، والكل بيقول لي روحي على هذا الدكتور. منا نروح عليه يا عبد الله؟ امتى يا زوجي العزيز؟ قال لها ان شاء الله بكرة بنضل طالعين على مدينة سطات وبنروح على الدكتور. على خيرة السلامة. من الصبح تقريبا أهل القرى بيطلعوا يعني مع الفجر، بعد الفجر على ضو الشمس، طلع هو وزوجته: وينك يا سطات، مدينة سطات عند الدكتور؟ طيب أهل عبد الله بيعرفوا، أهل البنت بيعرفوا انه عبد الله وزوجته رايحين على الدكتور يتداووا للحبل، لكن عبد الله تأخر وما جاش للمغرب، ظل وما وصل القرية ولا رجع لداره. وام عبد الله وابو عبد الله كالكنين عليه، وكذلك ام البنت مرته كالكنين عليها، ما لهم مش بالحادي، بيروحون الصبح وبيرجعون بعد الظهر، هذا المغرب العشاء لليل وبطوله ما رجعوش. وعبد الله ما عنده قرايب ينام عندهم، وشو اللي أخر وليش تأخر؟ بدأ الفار يلعب بعبهم وخايفين ويحسبوا ويتوسوسوا، شو صار له، شو جراله عبد الله ولا مرته؟ طب السنين مع بعض تأخروا. والله ثاني يوم راح أبو عبد الله وقدم بلاغ للشرطة إنه ابني نزل يتعالج وما رجعش، وبعرفش حدا في هاي المدينة، ما إله قرايب ولا إله حدا يلفي عليهم ولا يروح يزورهم ولا. فهون الشرطة يعني أخذت البلاغ في محمل الجد وسجلوا يعني إنه خلال 48 ساعة إذا ما حضرش بنحاول انه احنا يعني نعمل اجراءاتنا. المهم خلصت يومين ثلاثة أربعة أيام خمسة أيام، برضو لا عبد الله أجا ولا حدا قدر يعرف إشي أخبارهم. في يوم من الأيام أحد المزارعين بتمشى على جنب أرضه، وفي هناك بير غميق، وهو يتمشى قال: والله بدي اروح اشوف هالبير، شو في مي ما في مي، مفتوح البير يعني بابه، بدي اطل عليه. إله بالعادة يروح على البير ويشوف في مي ولا لا، اذا حد احتاج يعني يسقي غنمه اشي شغلي زي هيك. فراح على هالبير وطلع فيه، والدنيا نهار
شاف جثة طافية فوق الماء، جثة طافية فوق الماء، وراح يركض للقرية ولوجهائها وللمخاتير اللي فيها، إنه يا جماعة الخير البير اللي بجنب أرضي في جثة طافية في المي وميتي، تعالوا احضروا وشوفوا. أجوا حضروا شافوا الجثة، فعلا لكوها واتصلوا بالشرطة على طول والمباحث، وأخبروهم إنه في جثة ملقاة في هذا البير. فحضرت الشرطة وحضروا المباحث وأخرجوا الجثة، والجثة من ملامحها عرفوها أهل القرية، قالوا هاي الغالية، البنت اسمها الغالية، قالوا هاي جثة الغالية مرت عبد الله. يا ناس ياهو، دشعوا أهل البنت الغالية هاي وشافوا جثة بنتهم، وبعد ما ودوها على الطب الشرعي راحوا استلموها من هناك الجثة، وكانت ملامح الجثة من المي يعني مش مبينة، يعني نافخة، الجسم نافخ، يعني يدوب عرفوها إنها هاي الغالية بنتهم. المهم أخذوها وكفنوها ودفنوها وقاموا بيت العزاء فيها. لكن هاي الغالية، طب وين عبد الله؟ أهل عبد الله بيقولوا وين ابننا عبد الله؟ إذا هاي جثة الغالية معناته ابننا عبد الله وين؟ وأهل الغالية البنت الغالية يقولون هذه قتلها عبد الله. وين عبد الله؟ عبد الله قتلها في البير وأبصر وين هرب. لا حول الله يا رب. صار بده يصير مشاكل بين أهل عبد الله وبين أهل الغالية، وصار بينهم يعني لدرجة إنه أهل عبد الله ما راحوش على عزا زوجته الغالي، خافوا إنه يصير مشاكل. وأهل الغالي يقولوا ما دام عبد الله ما بينش معناته هو عامل عملته وقاتلها ودابها في البير وهارب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عمي فيش إثبات إنه عبد الله قاتلها، لسه ما بين إشي، تتهمونا أنتوا هيك زور. في يوم من الأيام في عندهم واحد في البلد اسمه عبد القادر، عبد القادر العطار، هذا يشتغل في العطارة، عنده السيارة وبيروح وبيجي على اسطات وعلى أسواق الخميس وأسواق الجمعة يبيع ويشتري. يوم من الأيام قاعد في القهوة وحواليه الناس، ولا يقول لهم لمحت عبد الله في المنطقة الفلانية قريبا من سطاس. ايه الناس صدقت يعني، او خلص يعني قال لمحته يعني معناه عبد الله على قيد الحياة. هنا اكد لأهل البنت انه يعني اهل البنت اللي هي غالية، انه الغالية انه جوزها قاتلها ما دام هي طيب حي يرزق. لكن ابو عبد الله وام عبد الله يقولوا طب وينه؟ راح ابو عبد الله ساله، قال له طيب وين شفته يا عمي؟ طب حكيت معاه؟ قال له لا، انا كنت على تجارتي قاعد وصار هو مرك وبعيد عني وما قدرتش اسيب بضاعتي واروح الحكو. المهم راح أبو عبد الله ونزل على هالمدينة ويلفلف، راح وين في الأسواق هاي الخميس وأسواق الجمعة ويلف ويدور ويسأل عن ابنه عبد الله، ما عرف يوصل لأي نتيجة. رجع تعبان بهالليل ورد، نزل هو وأمه لعبد الله وبرضه تعبوا ولفلفوا وسألوا وحملوا صوره
وهاي صورته يا جماعة اللي شايفه بنا، تعبوا وشقوا بالمشي ورجعوا فاضين، ما شايفين لا عبد الله ولا غير عبد الله. لكن أبو عبد الله كان لازم أنا أروح أبلغ الشرطة وهم يبحثون عنه. نزل على مغفر الشرطة ثاني يوم، السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا يا إخوان أنتو عندكم قضية ابن عبد الله وحابب تفتحون إياها من جديد وتحققوا. قال له ليش المحقق؟ قال له لأنه في واحد عندنا في البلد يقول إنه شايف عبد الله بسوق الخميس في سطاس. طيب وانتو يعني اقدر، هاي صوره وتعرفون وتدورون عليه، انتو يعني افضل مني، انا شخص لحالي ما اقدر، انتو عندكم شرطة وعندكم رجال وعندكم كل شيء بتقدروا تدوروا وتفتشوا عنه وين ما كان وتجيبوا لنا اياه. المهم اخذوا المعلومات ولكن على الفاضي. بس بلشوا يسألوا، ذكر لهم أبو عبد الله إنه في عبد القادر العطار يقول إنه شايف ابن عبد الله في سوق الخميس في سطاس. ودوا ورا عبد الله ورا عبد القادر العطار وسألوه، أنت شفت عبد الله يا عبد القادر؟ قال آه أنا شفته لمحته. طيب ليش ما حكيت معاه؟ ليش ما أنت تعرف وضعه، تعرف إنه غايب، ليش سبته؟ قال أنا كنت عند شغلي وما قدرتش أتابعه، سرعة غاب عن عيني. طيب روح روح، قالوا هذا ملوش ذنب. المهم ظلوا يحققوا، قاموا واحد راح أدلب معلومات من القرية عن مغفر الشرطة، قال لهم أنا في اليوم الفلاني كنت طالع من صلاة الفجر، في هذا اليوم شفت عبد الله وزوجته الغالية واقفين على الشارع وبينتظروا بسيارة، ومرت عليهم سيارة عبد القادر العطار. طيب وقفوا وحكوا مع عبد القادر العطار. طيب قال أنا روحت عادي وما بعرف شو صار بينهم، بس هاي أنا بدي أقولكم إياها. هون الشرطة صارت تفكر إنه عبد القادر العطار يعني كاين شايفه يوم ما اختفى، في نفس اليوم اللي اختفى فيه. جيبوا عبد القادر العطار، جابوا تاع يا عبد القادر العطار في اليوم الفلاني انت وين كنت؟ حددوا التاريخ في اليوم الفلاني، يعني اليوم اللي كان يحكي معاهم على الشارع مع عبد الله وزوجته الغالية، وين كنت؟ قال والله كنت نازل على مدينة سطات وصلح سيارتي، شوي تعباني وكنت بصلحها وبظبطها وبعدين بكمل شغلي. طيب قالوا له طيب في واحد يقول غير هيك، يعني انت تذكرت هاي بس ما تذكرت شيء ثاني. قال له زي ايش؟ قال له واحد طالع من المسجد وشايفك واقف تحكي مع عبد الله ومع زوجته الغالية على الشارع، صحيح ولا لا؟ هون شوي، هون اللي صار انه هيك كشفوا بهاي السؤال، كشفوا لما كشفوه انهار وصار يبكي عبد القادر العطار. قالوا له على مهلك احكي براحتك، ما حدا يعني رايح يضربك ولا حدا رايح يعني يأذيك،
احكي لنا القصة الحقيقية. قال القصة الحقيقية نعم، في هذاك اليوم أنا شفتهم وركبتهم معي بالسيارة، وأنا ماشي بالطريق على جنب الواد عندي تحت الكرسي مفتاح الجك اللي بفك فيه العجال، شلته بسرعة وضربت عبد الله على راسه هو، أغمي عليه. لما أغمي عليه فتحت باب السيارة ودحرجته جوا الواد في هالجبل، أغمي عليه ودحرجته رميته جوا الجبل. هذا عبد الله قال له طيب والغالي؟ قال له الغالي ظلت بالسيارة وأسرعت فيها وهي تبكي وتعيط، أسرعت فيها لمنطقة نائية وبعيدة، وهناك اعتديت عليها، وبعد ما اعتديت عليها خنقتها ودبيتها في البير اللي في القرية هذا المهجور. طيب هيك اعترفت يا عبد القادر. طيب ليش؟ شو السبب يعني الدافع عندك؟ قال له الدافع عندي قديم، كنت أنا خطبت هاي، حاولت أطلب يد البنت هاي، حاولت أطلب يد البنت اللي هي مرت عبد الله، ولكن ما وافقت علي، وافقت على عبد الله، وأنا حاقد عليهم الاثنين، عليها وعليه، وأجى اليوم اللي أخذ بطاري منهم وحولوه على المحكمة وحكموا عليه بالإعدام شنقا، فيش إعدام بأخذ مؤبد. وعلموا بالسالفة طبعا أبو عبد الله وأم عبد الله وأبو الغالي وأم الغالي، وحزنوا كثير واصطلحوا أبو عبد الله وأبو الغالية وحضروا العزاء مع بعض، وراحوا شافوا جثة ابنهم، أخذوه الشرطة لعبد القادر على الواد وقال لهم أنا رميته هون ورجعت دفنته، بعد ما رميت الغالي في البير رجعت على عبد الله وحفرت له ودفنته في كاع الواد، وهاي جثته هذا هي، كحفوا حفروا في الأرض وشالوا عظامه. وهنا أخذ عظامه الحج أبو عبد الله، أخذ جثة ابنه وكفنها ودفنها وفتح له بيت عزاء، وأجوا أهل الغالي وأجوا أهل أبو أهل عبد الله واصطلحوا، ولكن الله يرحمهم برحمته يا رب العالمين يا الله.